اعترف مجمل هؤلاء العناصر أنهم يتعاونون مع العدو الصهيوني، واعترف هؤلاء أنهم كانوا يقاتلون في صفوف الحزب ضد الشعب السوري، وأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية ضد أبناء سوريا. للأسف لم يتحرك الحق العام ولا النيابة العامة بالادعاء على هؤلاء على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا، بل ادعت عليهم النيابة العامة فقط بجرم التعامل مع العدو الصهيوني، علما أن جرم القتل والإرهاب وارتكاب الجرائم في سوريا هو جرم جنائي وهو جرم إرهابي كبير يجب أن يعاقبوا عليه. لذلك على القضاة، قضاة التحقيق العسكريين وقضاة النيابة العامة العسكرية، أن يدعوا على هؤلاء المجرمين الذين يتعاملون مع العدو الصهيوني بجرائم كذلك قتل الشعب السوري وارتكاب جرائم في سوريا واليمن والعراق، وبخاصة أن اعترافاتهم كانت واضحة في هذا المجال.